مرحبا يا أصدقائي. الدجاج من أقرب الطيور إلى الإنسان، ويستفيد الإنسان من لحمه وبيضه أكثر من أي طير آخر، فالصلة وثيقة منذ الأزل. هل تعرفون أن للدجاج أنواع كثيرة؟ الإجابة ستكون لا، لأننا تعودنا على نوعين أو ثلاثة من الدجاج، ولا نعرف شيئا عن باقي هذه الأنواع. لذا سنستعرض عليكم في هذا الفيديو أغرب 5 أنواع الدجاج التي لن تصدق أنها موجودة فعلا. إذا دعونا نبدأ. دجاج سيلكي، وهي سلالة من الدجاج تعيش في الصين، وسميت بهذا الاسم بسبب ريشها المنفوش بشكل شاد والذي يشبه الحرير. وتتميز هذه السلالة بالصفات الغير العادية مثل لون اللحم والعظام، فهي زرقاء اللون، ولون الوجه والأرجل سوداء، ولها 5 أصابع مما جعلها مميزة. وتأتي هذه السلالة بعدة ألوان منها الأسود والأحمر والأصفر والأبيض، وتضع 3 بيضات في الأسبوع. دجاج بوليش، وهي سلالة من الدجاج نشأت في أوروبا، وسميت بهذا الاسم بسبب قمة الريش الكثيفة فوق رأسه. وأتت هذه السلالة في الأصل من وسط آسيا إلى روسيا في القرن 12، وانتقلت بين أوروبا حتى أصبحت سلالة أوروبية. ولون أرجله سوداء غير مريشة، ويتميز كذلك بوجود قمة كثيفة من الريش فوق رأسه. وهناك الكثير من الألوان الجميلة التي نشأت من قبل البولنديين، ولون قشرة بيضه بيضاء اللون. دجاج سلطان، وهي سلالة من الدجاج نشأت غرب تركيا، وقد انتقلت إلى بريطانيا على يد الأنسة إليزابيث واتس عندما أخذت قطعا من هذه السلالة إلى بريطانيا. وقد انتقل إلى أمريكا الشمالية عام 1867، وقد تم قبولها من قبل الجمعية الأمريكية لكمال الدواجن، ويمتاز بامتلاكه 5 أصابع وبوجود قمة كثيفة من الريش على رأسها، ولون أرجله رصاصي مائل إلى البياض ومغطاة بالريش. وهناك 3 ألوان فقط، وهي الأبيض والأسود والأزرق. دجاج السيبرايت، يعتبر دجاج السيبرايت من أجمل أنواع الدجاج، سواء في حجمه الصغير وأيضا في ألوانه الرائعة. ويهتم المربيين الألمان والإنجليز بتربية هذا النوع من الدجاج وتحسين مستوياته. وهذا النوع قصير الطول، ولون أرجله سوداء وغير مريشة، وذيله مرتفع نحو الأعلى، والأجنحة متجهة نحو الأسفل، وألوانه الأساسية هي الأحمر والأسود أو الأبيض والأسود. دجاج دونغ تاو، يعيش هذا النوع في فيتنام، ويعد من أكثر الأنواع التي تحظى بشعبية كبيرة. وهذا الدجاج من سلالة نادرة، لذلك لا يعرفه الكثير، فبالرغم من شكله الغريب إلا أنه يقدم في المطاعم إلى الأترياء. ويعتبر اللون الأبيض هو السائد في هذه السلالة النادرة، ولديه أرجل تثير الإشمئزاز. سبحان الله. إذن يا أصدقائي، أتمنى منكم أن تعطونا اقتراحاتكم على هذه الأنواع وشاركوها مع أصدقائكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، وليصلك كل جديد اشترك الآن. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لمحة مع الغرائب.